أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل. نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 82% لينهي التعاملات عند مستوى 9867.23 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 41% ليصل إلى 2153.82 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 31% ليصل إلى 3083.24 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 21.28%، وحل قطاع العقارات ثانيا من حيث التداولات بنسبة 18.23%، واستقر قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 12.90%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 687.6 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية وصلت إلى نحو 1.8 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء سوق المال المصرية اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الدكتورة نجلاء فراج خبيرة أسواق المال. دكتورة نجلاء مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. بعد هذا التقرير نستعرض مع الدكتورة نجلاء فراج خبيرة أسواق المال أهم ما حملته جلسة اليوم من مؤشرات في البورصة المصرية. في جلسة منتصف الأسبوع تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في دلالة على الحركة النزولية التي سيطرت على أغلب أسهمها في ختام التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب، قابلت عمليات شراء من المستثمرين المصريين لم تفلح في تغيير دفة المؤشرات نحو الصعود لكنها حدت من الخسائر. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى 687.625 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 1.856 مليار جنيه. نحو 824 مليون جنيه من تداولات في سوق الأسهم، وقرابة 1 مليار جنيه تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 انخفض بنسبة 82%، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.44%، وطالت موجة التراجعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 31%. محللون ماليون رأوا أن المؤشر الرئيسي إيجيك 30 يختبر حاليا مستوى المقاومة 10050 نقطة و10045 نقطة، متوقعين في حال تجاوزه لهذين المستويين أن يصل المؤشر الرئيسي مستويات أعلى خلال الجلسات القليلة المقبلة. اهلا بحضراتكم من جديد، بنجدد التحيه بالدكتوره نجلاء فراج خبيره اسواق المال. دكتوره نجلاء، البورصه المصريه كان في نزول النهارده او في هبوط؟ مظبوط. لماذا؟ يمكن النهارده الانخفاض كان انخفاض يعتبر ضعيف، ما كانش انخفاض بانيك، الا اننا احنا في الفتره الحاليه احنا عندنا اتجاه عرضي ما بين الارتفاع والانخفاض، فشفنا ان احنا بعد ما كسرنا نقطه ال 10000 انخفاضا شفنا ان احنا ماشيين، وكسرنا كمان نقطه الدعم قبل كده اللي هي 9700، احنا ماشيين ما بين 9800 وال 10000 10050، وبالتالي احنا في نقطه في نقاط عرضيه ما بين الارتفاع والانخفاض. على فكره في الاتجاه العرضي بيكون دايما في فرص كويسه جدا للتريدنج او للتداول، اللي احنا نقدر ان احنا نعمل شراء وبيع غير لما بيكون في ارتفاع على طول او انخفاض على طول. طبعا احنا شفنا ان مؤشر اي جي اكس 30 واللي بيسيطر عليه سهم معين
واللي بيسيطر عليه او على تلت المؤشر، شفنا ان هو بمجرد ما بيحصل فيه تحسن او ارتفاع خاصه في الجي دي ار بيحصل فيه تحسن في المؤشر بشكل عام، ولما بيكون فيه مجرد جني ارباح فيه فبنشوف ان فيه تاثر. وبالتالي احنا شايفين في الفتره الحاليه مع تذبذب الاسواق العالميه ومع تذبذب سعر الطاقه ومع تذبذب الاحوال العالميه، طبيعي ان احنا يكون عندنا برضو في البورصه العالميه في بعض الاضطرابات او بعض التذبذبات، فاحنا نعتبر ان احنا ماشيين بشكل جيد جدا، خاصه ان احنا زي ما قلنا احنا ماشيين في اتجاه عرضي في الفتره الحاليه، فطبيعي ان احنا نكون ما بين 9800 لل 10 10 50. الاتجاه العرضي ده بقى له فتره موجود واحنا شايفينه في البورصه المصريه، حتى الصعود والهبوط فيه زي ما حضرتك شرحت دلوقتي هو صعود عرضي وهبوط عرضي، هل ممكن في الفتره المقبله نشوف صعود افقي زي في الفترة المقبلة ولا ده ممكن يتأجل مع بداية السنة الجديدة؟ لا، احنا شفنا بالفعل الصعود بشكل شارب في الفترة اللي فاتت، وشفنا ان احنا ارتفعنا وكسرنا نقطة 10,000 ارتفاعا، وكنا تقريبا كسرنا نقطة 10,200، وبالتالي ده كان يعتبر ارتفاع لاننا كنا نازلين جايين من نقاط متدنية جدا، فيعتبر ان ده ارتفاع شارب. الا ان مع الانخفاضات ومع ال جني الارباح اللي حصل، احنا حصل في الاتجاه العرضي بقى اكثر، بقى في مجال ضيق شويه. كون ان احنا بقى نقدر ان احنا نطلع شارب لغايه قبل اخر السنه او لا، احنا بنتوقع طبعا ان خلال المؤتمر الاقتصادي اللي هيكون في اخر 10 يكون في تحسن في البورصه، لان ده هيكون في اتجاه على الاقتصاد المصري وهيكون في سبوت على البورصه المصريه، وبالتالي فممكن يكون في تحسن شويه، لكنه مش هيكون تحسن بشكل شارب زي ما حضرتك بتقول. احنا بنتوقع ان لو كان في تحسن بشكل شارب بحيث ان احنا نطلع فوق ال 10500 وال 10700، فاعتقد ان احنا هيكون على بدايه السنه ان شاء الله. مؤشر ال 30 وال 70 النهارده، ال 30 وال 70 الاثنين كانوا منخفضين، الا ان ال 30 كان منخفض بشكل ضعيف وال 70 كان منخفض بشكل اقوى. ال 70 دايما بيكون مظلوم مع ال 30، يعني هو ما بيرتفعش بنفس الارتفاعات ومع جني الارباح بينزل. في الفترة اللي فاتت شفنا ان ال 70 كان اداؤه احسن في فترة الاسبوع او الشهر من فات، كنا بنشوف ان اداء ال 70 كان افضل، الا ان في بعض الاسهم اللي موجودة طبعا كان الاداء افضل بسبب ان في بعض الشركات اللي اعلنت عن اكتتابات عن توزيعات عن استحواذات كانت موجوده، خاصه في اسهم كانت موجوده في العقارات، الا اني مع وقوف الاخبار دي ما فيش اخبار جديده، مع جني ارباح في بعض الاسهم اللي شفناها بتنخفض فبتاثر على بعض الاسهم الباقيين، ده ادى الى انخفاض مؤشر 70. طب ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه؟ هو اصلا مشكله السوق في الفتره الحاليه هو الفول مارجن، يعني بمعنى ان مفيش سيوله قويه داخله، الناس دخلت سيولتها وخدت المارجن بتاعها، فعلشان نقدر احنا نطلع تاني سواء في مؤشر 30 او في مؤشر 70 لازم يكون في سيوله جديده، والسيوله الجديده مش هتدخل الا لو كان في محفزات قويه تجذب السيوله دي في للبورصه او للشراء في الاسهم، سواء كانت اسهم رئيسيه في 30 او اسهم في 70. المحفزات دي من وجهه نظر حضرتك زي ايه غير الطروحات؟ والله امبارح كان رئيس البورصه ورئيس الهيئه بيعملوا يعني كانوا بيعملوا مبادره للتحسين او محو اميه المستثمر من جهه البورصه، وكانوا شايفين بيتكلموا على ان الاخبار البورصه تعتبر برضو ليها محو اميه زيها زي القراءه والكتابه، هم بيحاولوا يعملوا بعض الاتفاقيات او بعض الدعايه مع صناديق الاستثمار الاجنبيه، لكن حتى الان ما فيش صدى بشكل قوي على ارض الواقع، المستثمرين منتظرين طروحات، منتظرين اخبار عن الضريبه الراسماليه انها تتاجل او يكون في اخبار من ذاك القبيل، وبالتالي دي ممكن تكون محفزات ايجابيه سريعه التاثير على الاسهم في البورصه المصريه. احجام التداول شايفاها النهارده ايه يا فندم، والاسهم القياديه كمان؟ احجام التداول بتعتبر احجام تداول اقل من اللي فات، وعلى فكره احجام التداول لما بتكون اقل ده بيكون نتيجه المستثمر عامل هولد على فلوسه وعلى اسهمه، بمعنى ان هو في حاله ترقب في السوق، المستثمر شايف ان متخوف ان هو يشتري والاسهم تنزل بيه، او متخوف ان هو يبيع والاسهم تطلع، وبالتالي في الحاله العرضيه بيكون في حاله ترقب بشكل اكبر، بيشوف ان المستثمر منتظر يشوف اتجاه السوق هيكسر لفوق ولا هيكسر لتحت عشان يشوف ان هو يبيع في اسهم خاصه بيه ولا يدخل سيوله جديده، وبالتالي احجام التداول بتعتبر احجام تداول معقوله في الفتره الحاليه بالرغم من انها اقل من اللي فات. اما بالنسبه للاسهم القياديه فاحنا شايفين ان
احجام التداول فيها تعتبر جيده جدا، خاصه في القطاع المصرفي وقطاع البنوك. دايما دايما في الاحوال اللي بيكون فيها اضطراب شويه في العملات، اضطراب شويه في الاسواق، بنشوف الاتجاه على طول للاتجاه المصرفي والاتجاه العقاري، لان هما بيكونوا ملاذ امن داخل البورصه. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قال ان قيمه العجز في الميزان التجاري بلغت 2.7 مليار دولار ده خلال يوليو 2022، ده كان مقابل 3.8 مليار دولار. تاثير ده ايه على الاقتصاد وعلى البورصه المصريه كمان؟ هو بيأثر على البورصه بشكل غير مباشر، لانه بيأثر على تعاملات الشركات اللي موجوده ومتداوله في البورصه، وبالتالي بيأثر على نتائج اعمالها. لكن ان يكون تاثيرها بشكل مباشر سواء كان ايجابي او سلبي ما بيكونش موجود بشكل مباشر، يعني احنا مش الاعلان ده مش بيصدر فنشوف الصدى بتاعه على الاسهم، لا، احنا لما بنشوف صداها على القوائم الماليه الخاصه بالشركات المقيده بالبورصه، وبالتالي فبيكون لها صدى على الاسهم او على الاسعار الخاصه بها. اسعار النفط النهارده والذهب تقييمك اليوم ايه؟ يمكن النفط والذهب في بعض التذبذب القوي فيها. احنا شايفين ان النفط نزل 2% بعد ما ارتفع بعد قرار الاوبك ان هو يخفض من الانتاج الخاص به، وبالتالي هو تقييم لما بيكون في انخفاض في اسعار الطاقه ده بيأثر على اسعار المدخلات الانتاجيه في للشركات الموجوده. اما بالنسبه للذهب فالذهب دايما بيبقى ليه تقييمين، التقييم الاول هو العالمي واللي شفناه في الفتره اللي فاتت كان بيحصل فيه انخفاضات في اسعار الذهب، الا ان في مصر ما حصلش فيه انخفاض الا في الفتره الاخيره، وده كان بسبب ان ما كانش فيه استقرار في الجنيه المصري. حصل الانخفاض في الذهب في البورصه في الفتره الاخيره دي بعد تشديد الرقابه على الاتجاه المصرفي او على اتجاه الجنيه والدولار، وبالتالي قدر ان هو ياخد نفس الحزو بتاع الاتجاه العالمي. شفنا ان هو عمل انخفاضات، لكن الذهب دايما لما بيكون في اي اضطراب عالمي زي اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا بتلاقي الاتجاه على طول للذهب، لانها بتعتبر من ملاذ امن برضه. ملاذ امن، وبعدين بيعتبر سيوله، ممكن غير العقارات، العقارات بتبقى صعبه شويه تفكها، الذهب بيبقى سهل شويه زيها زي الاسهم، وبالتالي فبيحصل فيه اتجاه للذهب على طول كملاذ امن. دكتوره نجلاء فراج خبيره اسواق المال، يعني شرفتنا ونورتنا ومعلومات قيمه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقه النهارده في مؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله، شكرا لكم.